السلام عليكم شباب تانية سنة، ومعاكم مستر محمد مجد. احنا النهاردة في بارت 1 من ليسون 4. السيشن دي ابليكيشن، ده معناها ان هي علمي بس. ليسون 4 equilibrium of coplanar forces meeting at one point. طب يا مستر، حضرتك بتنزل بارت 1 بارت 1 بارت 1 بارت 1 لان بارت 1 بيتسجل بشكل معين، وبارت 2 هينزل خلال الايام اللي جاية وهيبقى ليه شكل تاني من التسجيل. طيب بارت 2، علشان بس الفيديوهات المطلوبة مني كتير قوي الصراحة يعني، فاحنا بننزل بارت 1 بالشكل اللي احنا متعودين عليه. بارت 1 بيبقى عباره عن سامري للدرس وجزء من اسئله المواصل اللي انت محتاج تسمعها مني، وبارت 2 بينزل مع سامري 1 في الديسكريبشن فايل بي دي اف. بتعمل داونلود للفايل ده وتحل بقيه الاسئله، وبعد ما تحل بقيه الاسئله تستنى بارت 2 للاجابات. طيب اول حاجه دلوقتي، انا لو عندي بادي حاصل عليه افكت بتو فورسز، امتى بيحصل ايكوريبيوم؟ عشان البادي ده يثبت لازم التو فورسز اللي عملوا افكت على البادي ده يتحقق فيهم ايه؟ ان هم يبقوا ايكوال في الماجنتيود واوبوزيت في الدايركشن وهاف ذا سيم لاين اوف اكشن، هاف ذا سيم لاين اوف اكشن. يبقى انا لو عندي بادي هنا كده، ايه اللي حصل؟ عنده تنشن وعنده ويت. ادام ثبت يبقى التنشن والويت دول ايكوال في الماجنتيود، ومالهم اوبوزيت في الدايركشن، ومالهم هاف ذا سيم لاين اوف اكشن. طيب انا لو جيت حطيت بادي كده على ايه، على سيرفيس كده، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه على سموث سيرفيس ايه اللي بيحصل؟ بيبقى ليه رياكشن. طيب ثبت، يبقى الويت قد الرياكشن، الويت قد الرياكشن. يبقى انا لو عندي بادي وبيحصل عليه افكت بتو فورسز، افكت بتو فورسز، واحده اسمها اف1 وثانيه اسمها اف2. الكلام ده مش جديد، علشان تبقى عشان يبقى ايكوليبيوم لازم يبقى ايه؟ اف1 ايكوال اف2 كماجنتيود واوبوزيت في الدايركشن وهاف ذا سيم لاين اوف اكشن. طيب الكلام ده مش جديد. طيب انا دلوقتي عندي بادي، تمام يا مستر، جميل. ايه اللي حصل في البادي ده؟ حصل عليه افكت من 3 فورسز، اف1 واف2 واف3. ازاي بيحصل ايكوليبيوم؟ هيحصل ايكوليبيوم ليه ادام ال 3 فورسز دول كده؟ طب ما هو لازم يروح في انهي اتجاه منهم؟ لا، ما هو حصل ايكوليبيوم ده معناه ايه؟ معناها ان انا عندي، شايف دي كده اسمها اف1 ودي كده اسمها ايه؟ اف2. الريزلتنت فورس بتاعت الاف1 والاف2 مالها؟ قد الاف3. ار 1 2 قد مين؟ الاف3. ادام انا كتبت ار 1 2 قد الاف3 ده، انا هنا قصدي ماجنتيود، لانها لو دايركشن، لو فيكتور هتبقى قد نيجاتيف اف3. يبقى معنى R1 equal R2 كماجنتيود، أما ماجنتيود ودايركشن يبقى الماجنتيود قد الماجنتيود بس أوبوزيت في الدايركشن. طيب إيه تاني ممكن يحصل فيه إيكوليبيوم؟ إن أنا ممكن الريزلتنت اللي عندي تبقى 2 و 3. مالها الريزلتنت 2 و 3؟ الريزلتنت 2 و 3 تبقى قد F1. طيب ما هي ممكن تبقى الريزلتنت 1 و 3، الريزلتنت 1 و 3 تبقى قد F2. يبقى ليه لما بيحصل بادي ممكن الحالة دي تطلع لي إيكوريبيوم؟ ليه الحالة دي ممكن تطلع لي إيكوريبيوم؟ لأن بيبقى الريزلتنت بتاعت الـ F1 والـ F3 دي اللي هي اسمها R13 مالها؟ ليها نفس الماجنتيود بتاعت الـ F2 وأوبوزيت في الدايركشن، فعشان كده حصل إيكوريبيوم. طيب جه هو قال لي إيه؟ قال لي ان انا لو معايا الفورسز بالشكل ده، دي الاف 1 رحت رايح ناقلها هنا، دي الاف 3 رحت رايح ناقلها هنا، مش انا بقدر انقل الفورس في اي مكان بارل ليها، ودي الاف 2 رحت رايح قافل بيها هنا، فبقت الفورسز عاملين مع بعض ايه؟ تراينجل وهاف ذا سيم سايكليك، وليهم ايه؟ نفس الايه؟ نفس السايكليك اوردر. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الشكل اللي قصادي ده اسمه تراينجل اوف فورسز، تراينجل اوف فورسز. طب ده بيتحل ازاي؟ بتبقى اف1، اف1 دي ماشيه على سايد اسمه ايه؟ اسمه اي بي، يبقى اف1 اوفر اي بي. اف2، طب الاف2 دي ماشيه على سايد اسمه ايه؟ بي سي، يبقى اف2 اوفر بي سي. طب الاف3 ماشيه على سايد اسمه ايه؟ اي سي، يبقى اف1 اوفر اي بي، اف2 اوفر بي سي، اف3 اوفر اي سي. طيب جه قال لي ايه؟ لو انا معايا ال3 فورسز ومعايا الانجل دي هيبقى اسمها ايه؟ مش هي قصاد الاف1 يبقى اسمها سيتا 1. طب معايا الانجل دي مش هي قصاد الاف 2 يبقى اسمها سيتا 2، معايا الانجل دي مش هي قصاد الاف 3 يبقى اسمها سيتا 3، بعدين اسمها ايه؟ لامز رول. طب ده عباره عن ايه؟ اف 1 اوفر ساين سيتا 1، اف 2 اوفر ساين سيتا 2، اف 3 اوفر ساين سيتا 3. يبقى انا دلوقتي اديتك كام شكل؟ اديتك ثلاث اشكال، يا اما اجيب الريزلتنت بتاعت الار 1 2
واساويها بالاف 3 واشوف اللي عندي واجيبه ادام هم ايكوريبيوم، يا اما اعملهم لاميز رول يا اما اعملهم تراينجل اوف فورسز. طيب يا مستر ايه تاني؟ يا مستر ما دي لاميز رول. اه بس انا بقى لاميز رول دي عباره عن ايه؟ في مسائل هتبقى رخمه، هو مش مديني الانجل، فانا بروح رايح اعمل ايه؟ قايل له شايف الاف 3 دي قد مين؟ قد ار 1 2. يعني لو الاف 3 دي هو ال 40 يبقى دي كمان لازم تبقى بكام؟ ب 40. طب ما انا معايا سيتا 1 ومش معايا الباقي، فاروح رايح ايه؟ او معايا سيتا 1 ومعايا كلها وعايز اجيب المساله ومش عارف احل غير لان انا مش معايا غير الانجل دي، فاروح رايح اعمل ايه؟ اف 1 اوفر ساين سيتا 1، اف 2 اوفر ساين سيتا 2، اف 3 اوفر مين؟ ساين سيتا 1 بلس سيتا 2. الدرس الثاني لو انا معايا فورس وعايز اجيب التو كومبوننت الاصليين، فالسيتا 1 بتبقى الانجل بتوين، الانجل اللي بتقابل الاف 1 من الناحيه الثانيه اهي، والسيتا 2 الانجل اللي بتقابل الاف 2 من الناحيه الثانيه. يبقى انا اللي يهمني ان انا برابط الدروس ببعض عشان اعرف ابدا احل. طيب الرول دي برضو رول تحل لي مسائل كتير جدا بطريقه سهله قوي. لو انا عندي بيربنديكولار فورسز تراينجل، يعني ايه؟ عندي فورس اسمها بي اي وعندي فورس اسمها بي سي، الاثنين مالهم بيربنديكولار، يبقى لازم التراينجل ده يبقى ماله بيربنديكولار. ايه اللي حاصل؟ انا هنقل الويت بحيث ان هي تبقى مش ده اللي هي الريزلت بتاعت التي 1 والتي 2 اللي هي قد الويت، عشان كده حصل اساسا ايكوريبيوم. ايوه يا مستر. طب مالها الريزلتن دي؟ بيربنديكولار على الاي سي. طيب ايه الرول بتاعتي؟ الرول بتاعتي ان كل فورس اوفر السايد اللي هي بيربنديكولار عليه، يعني التي 1 هتبقى اوفر مين؟ بي سي، يبقى تي 1 اوفر بي سي، التي 2 بيربنديكولار على مين؟ اي بي، يبقى تي 2 اوفر اي بي، الويت بيربنديكولار على مين؟ اي سي، ويت اوفر اي سي. طيب جينا برضو هنا خدنا ايه؟ خدنا ان انا لو عندي بادي، ماله البادي ده؟ محطوط على سموث بلين، السموث بلين ده مايل على الهوريزونتال بانجل اسمها سيتا. حلو قوي. انا عندي كام فورس افكت على البادي ده؟ اول حاجه مستر الويت، تاني حاجه الرياكشن، ده سموث بلين فرياكشن بيربنديكولار على الايه؟ على السموث بلين. طيب ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك ذا ويت اكت فيرتيكلي داون ووردز، رياكشن بيربنديكولار تو ذا بلين. These two forces can't be in equilibrium. ما ينفعش التو فورسز دول يخلوهم لي equilibrium. لازم اللي يحصل لازم تقع. ليه؟ لان ما عندهمش نفس اللاين اوف اكشن. طيب قال لي بقى عشان يحصل لي equilibrium ايه اللي لازم يحصل؟ A third force must act on the body. لازم فورس ثالثه تيجي تاثر على البادي ده عشان يحصل equilibrium. طيب يا مستر ايه الاشكال اللي ممكن تقابلني؟ لو قال لي هنا the force is in the direction of the greatest slope upwards، يبقى انا دلوقتي عندي الاف دي هتعمل ايه؟ هتبقى effect على البادي upwards في الدايركشن بتاع الجريتست سلوب. طب لو قال لي the force acts horizontally، يعني انا عندي هنا ده البادي اهو، الفورس جت عملت اكت عليه horizontally، يعني ايه horizontally؟ بالشكل ده كده، بيبقى بارل للايه؟ للهوريزونتال لاين اللي تحت. The force inclines by an angle alpha، مايله بانجل الفا. طب مايله على ايه؟ مايله على البلين upwards. ادي ده البلين ماشي، الفورس مالها؟ مايله على البلين ده بانجل اسمها ايه؟ بانجل اسمها الفا. The force inclines by alpha، الفورس مايله بانجل اسمها الفا. طب مايله على مين؟ على الهوريزونتال upwards. طيب اول حاجه ده الهوريزونتال وادي اهي الفورس مايله على الهوريزونتال بانجل اسمها الفا. تاني انا عندي فورس، الفورس دي لازم يبقى البادي ده حصل عليه افكت بتو فورسز، رياكشن وويت، البادي ده منطقي لازم يقع. طيب ليه ما وقعش؟ امتى يحصل ايكوريبيوم وما يقعش؟ لما تيجي فورس ثالثه تاثر عليه. ايه بقى اشكال الفورسز المختلفه اللي ممكن تيجي تاثر عليه؟ في الدايركشن بتاع الجريتست سلوب ابوردز، يبقى الدايركشن يبقى الفورس دي هتيجي من هنا وتشد لفوق. فايه اللي حصل؟ هي بتشد والمفروض الويت لتحت والار لفوق، حصل الايكوريبيوم وثبت. الفورس جت تشد من هنا فبقت مالها؟ هوريزونتلي، يبقى الاف
horizontally. الاف مايلة على البلين بانجل اسمها الفا. الاف مايلة على الهوريزونتال بانجل اسمها الفا. طيب النقطة دي مهمة وهنسمعها كتير الفترة الجاية. The reaction of the smooth plane perpendicular to the plane. طب احنا عندنا شكل تاني الرف بلين. طب الرياكشن بتاعه مالوش دايركشن. هنعرفه ازاي المرة الجاية. طيب هنبدأ بقى دلوقتي نبدأ نحل على الأسئلة بتاعتنا. بيقول لي the least number of coplanar unequal in magnitude forces could be in equilibrium. أقل عدد من الفورسز اللي مش قد بعض. اللي مش قد بعض. ما أنا لو عندي two forces are equal هو ده الحالة الوحيدة اللي هتخليهم equilibrium. إن لازم يبقوا equal و opposite في الدايركشن. طب دول مالهم؟ unequal. أقل عدد عشان يحصل لي equilibrium لازم يبقوا كام؟ لازم يبقوا 3 forces. أدام هم مالهم؟ unequal. If a force of magnitude F is in equilibrium with two forces of magnitude 5 و 3 يبقى انا عندي الاف وال 5 وال 3 equilibrium. ماشي. And the measure of the angle between them is 60. ال 60 دي ما بين مين ومين؟ ما بين ال 5 وال 3. يبقى انا اول حاجه عندي فورس اسمها 3 مثلا. ايوه. وعندي فورس ثانيه اسمها 5 مثلا. ايوه. المفروض ان عندي فورس ثالثه اسمها ايه؟ اسمها F. ايه اللي حصل؟ ان دي ب 60. ايه اللي حصل عندي؟ ان هم equilibrium. طيب يا مستر انا مش قادر احدد اي حاجه، ولا قادر اجيب دي ولا قادر اجيب دي عشان استخدم لامز رول، ولا قادر اقفل بيهم تراينجل. يا حبيبي وتقفل ولا تعمل ده كله ليه؟ مش اساسا ايه اللي خلى يبقى فيه equilibrium؟ ان الريزلتنت بتاعت الاثنين دي قد مين؟ قد الاف بس اوبوزيت في الدايركشن. طب انا عايز مين؟ انا عايز الاف كماجنتيود، مش مهم بالنسبه لي الدايركشن، انا عايزها كماجنتيود. طب مش ده انهي شكل؟ اف 1 اف 2 الفا. يبقى الاف اللي هو طالبها سكوير روت اف. يا مستر انت كل مره بتقعد تستخدم دروس قديمه، انا بسهل عليك الحل. اف 1 باور 2 اف 2 باور 2 بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الفا. يعني سكوير روت 3 باور 2 بلس 5 باور 2 بلس 2 تايم 3 تايم 5 تايم كوزين 60. لقيتها طلعت كام؟ لقيتها على طول طلعت ب 7. يبقى الشكل اللي قصادي ده كده كام؟ ده كده 7. لو حد مش فاهم ليه الاف بقت هنا؟ لان عشان يحصل ايكوريبيوم. حصل ايكوريبيوم ليه؟ لان الريزلتنت بتاعت ال 3 وال 5 كانت قد مين؟ قد الاف بس اوبوزيت في الدايركشن. فعشان كده ده اللي خلاها يحصل equilibrium. Which of the following sets of forces could be in equilibrium؟ طيب انا هنا بتكلم على ايه؟ يحصل equilibrium. طيب امتى بيحصل equilibrium؟ لو الايه؟ لو السم طلع سمولر ذان، لو الثيرد طلعت سمولر ذان اور ايكوال مين؟ السم. طيب يعني انا اول حاجه 8 و8 و8. طيب ما 16 و 8 دي كده سمولر ذان، يبقى ده كده صح. 16 و 8 يبقى دول كده يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي تراينجل، يبقى ده كده بالنسبه لي صح. 8 و 8 و16 احنا قلنا سمولر ذان اور ايكوال، يبقى يعملوا لي ايه؟ يبقى دي كده تنفع، ودي كمان الاف الثالثه اي سم بتاع اي اثنين لازم يبقوا اكبر من او ايكوال الثالثه عشان يبقى في ايكوليبيوم. طب اكبر من وفاهمينها عشان يبقوا تراينجل، ليه ايكوال؟ ما عشان لو هي ايكوال هيبقوا الاثنين دول مالهم؟ هيحصل لي ايكوليبيوم. ما هو اساسا لازم السم بتاع التو فورسز يبقوا قد الثالثه. ما هو عشان كده حصل ايكوليبيوم. طيب 8 و 8 16. ال 16 اكبر من 20؟ لا. يبقى دي مالها؟ ما تنفعش. لا تاني عشان اللي مش فاهم، انا عندي ايه الشرط بتاعي ان عشان يحصل لي ايكوليبيوم بتوين 3 فورسز؟ لازم السم بتاع التو فورسز يبقى اكبر من جريتر ذان اور ايكوال الثالثه. 8 و 8 16 جريتر ذان ال 8 يبقى دي تنفع. 8 و 8 16 قد ال 16 يبقى دي تنفع. 8 و 8 16 اصغر من ال 20 يبقى دي ما تنفعش. يبقى الاجابه بتاعتي 1 و 2. نيجي هنا بقى 3 coplanar forces
not on the same straight line. التلاتة مش على نفس ال straight line. Meeting at a point or in equilibrium. The magnitude of the two forces 7 and 3. Then the magnitude of the third could be what? طيب احنا قلنا ان السم بتاع الاثنين لازم يبقى اكبر من التالتة. بس هو هنا قال لي ايه؟ قال لي not on the same straight line. يعني مفيش الكيس بتاعت ان السم يبقى قد التالتة. يعني هنا ما ينفعش تبقى 4. لا 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 ازاي؟ ما هو قال لي not on the same straight line. انت عارف لو دي كانت متشالة يبقى الاجابة بتاعتي 4. يبقى الفور تنفع. طيب يا مستر التن ما تنفعش لان 7 ب 3 7 و 3 10 قد التالتة. يبقى دي قد التالتة ودي تخليهم قد التالتة. طيب 3 و 3 6. 6 اسمه greater than 7؟ لا يبقى دي ما تنفعش. 3 و 5 8 greater than 7. 7 و 5 12 greater than 3. يبقى مين الوحيدة اللي تنفع؟ 5. تاني يا مستر احنا هنا ليه ما خدناش ال 10 وال 4 وال 3؟ لان لازم الثيرد تبقى including between the difference والسم. opened. ليه لازم تبقى opened؟ ليه لازم تبقى opened؟ لانه قال لي not on the same straight line. طب لو كانت on the same straight line فبتبقى الثيرد including between the difference والسم زي المسألة اللي فاتت. طيب نبدأ هنا exercise number 5. The forces, the force which is in equilibrium with the two perpendicular forces F and F newton makes with one of the two forces an angle what? طيب اول حاجه هنا انا عندي two forces مالهم perpendicular F و F مثلا. طيب جت force ثالثه، الforce الثالثه دي هي اللي خلت يحصل equilibrium. طيب اول حاجه هنا مش الforce الثالثه دي اللي هي اسمها F3 مش دي قد الR؟ طيب مش دول two equal forces؟ اه يا مستر. طب والresultant بتعمل بتعمل ايه لما يبقوا تو ايكوال فورسز؟ بتعمل بايسكت للانجل. يعني الانجل دي قد الانجل دي، يعني دي 45 ودي كمان كام؟ 45. طيب الانجل بقى دي هتبقى بكام؟ 135. جبناها منين؟ مش ده كله ستريت لاين؟ ما هو لازم الار تبقى مع الاف 3 اون ذا سيم ستريت لاين. عندي الانجل دي 45 يبقى اللي جنبيها دي بكام؟ 135. نشوف اللي بعديها. A body is in equilibrium under the action of three forces meeting at a point F1 و F2 و F3 and sides of the right angle triangle are parallel to the lines of actions of the forces in the same cyclic order F1 و F2 و F3. أول حاجة احنا اتفقنا ان انا اقدر انقل الفورسز للايه؟ لمكان parallel ليها. يعني انا ما اقدر اقول هنا انا عندي ده ال F1 وده ال F2 وده ال F3. ال F1 هجيبها هنا. حلو قوي يا مستر. الاف الاف 2 سوري. طب الاف 1 اروح رايح جايبها فوق هنا، ما هو ده بارلل ده عشان دي 90 ودي 90. طب دي 4 ودي 3 مش ده رايت انجل تراينجل؟ 4 و 3 يبقى الثالثه بكام؟ ب 5. جت منين يا مستر؟ ادي 4 باور 2 بلس 3 باور 2 يبقى الانسر اداني كام؟ 5. طب هو عايز الريشيو بتوين مين؟ اف 1 تو اف 2 تو اف 3. اف 1 اف 2 اف 3 يبقى 4 to 3 to 5. 4 to 3 to 5. بيقول لي ايه؟ A body of weight newton is suspended from the end of the string and the other end. ال other end ماله؟ of the string fixed at a vertical wall. متثبت في vertical wall. تمام؟ The body is pulled by a horizontal force. It shed the horizontal force F. The body is in equilibrium with the string makes with the angle theta. حصل equilibrium لما ال string ده كان عامل angle ايه؟ theta. To the wall. Which of the following statements is false in case of equilibrium? مين من دول غلط في الكيس بتاعت ال equilibrium؟ فاحنا اتفقنا لما يجي لي سؤال زي ده لازم اعمل ايه؟ لازم امشي على كل واحده واشوفها صح ولا غلط. طب الاول تعالى بقى كده نبدا نشوف ايه؟ انا الشكل ده اساسا هتعامل معاه ازاي؟ أنا قلت دي بكام؟ دي بثيتا. يبقى مش ده بارل لده؟ يبقى دي عبارة عن كام؟ 180 ماينس ثيتا. طيب حلوة يا مستر. طيب ودي بكام؟ 90. طيب بعدين قلت له بص أنا هرسم لاين كده إيه؟ هكمل الويت المفروض بيبقى ليها إيه؟ بيبقى ليها الريزلتنت بتاعتها بتبقى مالها؟
on the same line of action. طيب ادام دي سيتا تبقى دي كده مالها سيتا. يبقى الانجل ما بين التي والاف عباره عن ايه؟ سيتا بلس 90. يبقى اول حاجه انا جبت الريزلتنت. طيب بعدين قلت دي هتبقى سيتا، جت منين سيتا؟ لان عامله معاها لتر زد، فدي سيتا تبقى والانجل والحته دي بكام؟ 90. يبقى دي كلها 90 بلس سيتا. طيب دي بسيتا او دي دي يا سيدي بسيتا وده كله ستريت لاين، يبقى دي بكام؟ 180 ماينس سيتا. طيب يبقى انا اول حاجه عندي اف اوفر، الاف اوفر مين؟ مين الانجل بتوين التي والويت؟ ساين 180 ماينس سيتا ايكوال الويت اوفر ساين 90 بلس سيتا. الايه؟ التنشن ساين 90. ماشي. اول حاجه بس يا مستر، ده ويت وده اف وده تي والدايركشنز بتاعتهم المفروض يحصل ايكوليبيوم، فدي كده ايه؟ صح. طب يا ترى الاف ايكوال ويت 10 سيتا؟ التي سكوير ايكوال اف سكوير بلس ويت سكوير، التي ايكوال اف ويت. دول الثلاثه اللي انا بلعب عليهم. طيب اول حاجه تعالى نجيب ده في السمبلس فورم، اف اوفر ساين 180 ماينس سيتا. ال 180 دي بتعمل ايه في الساين؟ 180 طيبه ما بتعملش حاجه، 180 ماينس سيتا دي سكند كوانت، يبقى ده عباره عن ايه؟ ساين سيتا. طيب ادي ده الويت 90 بلس سيتا ده سكند كوانت فالساين بوستيف. ال 90 بتعمل ايه في الساين؟ بتخليها كوزاين. و10 وساين 90 ب 1. طيب اول حاجه انا عايز اجيب الاف، عايز اجيب رول للاف، فاعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى اف ايكوال ويت، مين اللي هيروح هناك؟ ساين سيتا اوفر كوزاين سيتا. طيب ادي الويت اهو، مين الساين اوفر كوزاين؟ تان سيتا. يبقى ويت تان سيتا، يبقى الريليشن دي صح. طيب بعدين هو هنا قايل لي ايه؟ قايل لي تي سكوير، تي سكوير مالها التي سكوير؟ ايكوال اف باور 2 بلس ويت باور 2، ايكوال اف باور 2 بلس ويت باور 2. طيب هو اول حاجه انا اساسا هنا، تعالى دي اللي في دماغي دلوقتي، مش انا هنا الويت قد الريزلتنت بتاعت الاثنين دول؟ ما هو دي التي ودي الايه؟ طب وليه؟ استنى عشان افهمها لك بطريقه اسهل. بص هنا يا استاذ، مش ده هنا حصل ايكوريبيوم؟ واتفقنا ان عشان يحصل ايكوريبيوم ايه اللي بيحصل؟ انا عندي دي التي، التي دي قد مين؟ قد الريزلتنت بتاعت الاف والويت، يعني التي دي ممكن تبقى هنا. هي طبعا ايه؟ قدها في الماجنتيود بس اوبزيت في الدايركشن. طيب يا مستر، مش دي ريزلتنت بتاعت تو بيربنديكولار فورسز؟ يبقى التي سكوير الريزلتنت اوف ذا تو بيربنديكولار فورسز، التي سكوير بتبقى عباره عن مين؟ اف سكوير بلس ويت سكوير. صح. طيب التي هتبقى قد الاف بلس الويت؟ غلط. احنا قدرنا نوصل ان التي سكوير قد الاف باور 2 بلس الويت باور 2، يبقى التي مش قد الاف بلس الويت، التي مش قد الاف بلس الويت. بيقول لي هنا ايه؟ ان اكوريبيوم if the body is in equilibrium under the action of the forces shown then measure angle theta. اول حاجه احنا اتعلمناها، انا هنا الويت ده نازل لتحت، الويت نازل لتحت اتاثرت بفورس اسمها هاف ويت، وادي الرياكشن. انا لو كملت لو عملت لاين كده فيرتيكال، لو عملت لاين كده ايه كملت اللاين بتاع الرياكشن، اتفقنا دي 90. من الدرس الثاني ادام دي سيتا تبقى دي كمان كام؟ سيتا. ليه يا مستر؟ ما دي كلها 90 يا حبيبي، ودي اسمها ستار، فالستار بلس السيتا ايكوال 90، دي دوت سوري الدوت بلس السيتا ايكوال 90، ودي 90 ودي دوت، يبقى دي لازم تبقى سيتا. طب تعالى كده يا مستر، ادي ار اوفر، مين الانجل بتوين الهاف ويت والويت؟ دي كده كلها اسمها ايه؟ 90 بلس سيتا، يبقى ار اوفر ساين 90 بلس سيتا، ما هم ايكوريبيوم ودي لامز رول. طيب الهاف ويت، الهاف ويت مين اللي قصادها؟ اللي قصادها دي، اللي قصادها ايه؟ ده الهاف ويت، قصادها 90 بلس الانجل دي اللي انا مش عارف هي كام، او ممكن اقول عليها كام؟ 180 ماينس سيتا.
طيب الويت قصادها كام؟ ساين 90. الويت قصادها كام؟ ساين 90. طيب اول حاجه يا مستر انا عايز انجل. طيب تعالى بس نجيب الايه السيمبلس فورمولا. ادي ار 90 بلس ثيتا ده سكند كواد. ال 90 الشريره بتعمل ايه في الساين؟ بتخليها كوزاين. يبقى ده هنا كوزاين ثيتا. ادي هاف ويت. ال 180 طيبه ما بتعملش حاجه. ال 180 طيبه ما بتعملش حاجه فبتشال، تبقى دي ساين كام؟ ثيتا. وادي الويت اهو. طيب مين اللي اسهل لي؟ الاثنين اللي فيهم ويت، ما انا عايز احسب ساين ثيتا. يبقى اعمل كروس مالتيبليكيشن دي اوفر 1. تبقى عباره عن ايه؟ هاف ويت اوفر ويت. يعني الساين ثيتا بكام؟ الساين ثيتا بهاف. يبقى شيفت ساين هاف هتديني كام؟ هتديني 30. شيفت ساين هاف هتروح رايحه مديني على طول كام؟ 30. بيقول لي هنا ايه؟ if a weight of body 20 is placed in a smooth plane, inclined plane, makes an angle theta to the horizontal, وكانت sin theta ب 3 over 5. It prevent from sliding by a horizontal force. اتمنع من ان هو يقع ب horizontal force. then ال f equal. اول حاجه هنا يا استاذ انا عندي smooth plane عليه body. الويت بتاعه كام؟ 20. سموث بلين ده ماين على الهوريزونتال بانجل اسمها ثيتا. ساين ثيتا دي بكام؟ ب 3 اوفر 5. ب 3 اوفر 5. طيب بعدين يا مستر ده كده انا عندي الويت لتحت وعندي الرياكشن، دول التو فورسز الاساسيين. طيب دول ما بيخليش الايه؟ دول ما بيخلوش الشكل يحصل له ايكوريبيوم. طب ايه اللي بيخليه يحصل ايكوريبيوم؟ فورس ثالثه جت اثرت عليه هوريزونتال اسمها اف. ايوه. طيب اول حاجه يا مستر دي كام؟ 90. دي كام؟ 90. دي كام؟ 90. دي كام؟ ثيتا. ليه؟ ده بارلل ده. حلو قوي كده. طيب وبعدين نكمل دي كده زي ما احنا متعودين، هيبقى دي اسمها ايه؟ ثيتا. يبقى الانجل ما بين الار وال20 اسمها ايه؟ 180 ماينس ثيتا. الانجل بتوين الار والاف 90 بلس ثيتا. طب الانجل بتوين الاف وال20 90. بعدين يا مستر هو كان عايز ايه؟ هو كان عايز الاف. اول حاجه اف اوفر ساين 180 ماينس ثيتا 20 اوفر ساين. مين هي 20؟ الويت 90 بلس ثيتا ايكوال الار اوفر ساين 90. انا علشان اجيب الويت لازم عشان اجيب الاف لازم اظبط الشكل اللي تحت ده. اف ايكوال 180 ماينس 180 دي طيبه للشريره طيبه بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. 180 ماينس ثيتا سكند كواد والساين بوزيتيف في السكند كواد يبقى دي ساين ايه؟ ثيتا. 90 بلس ثيتا سكند كواد يبقى الكلام ده بمين؟ كوزاين ثيتا. ار اوفر ساين 90. طيب يا مستر انا معايا الساين ثيتا ب 3 اوفر 5. طب ما خلاص ادي اف اوفر ساين ثيتا اللي هي 3 اوفر 5 ايكوال ار اوفر ساين 90. طب انا مش معايا الار. طيب ايه الاسهل لي؟ اجيب كوزاين ثيتا. ما انا عندي ده كده الثيتا 3 اوفر 5 اوبوزيت اوفر هايبوتنس لانها ساين. الادجسنت بكام؟ 4. جبناها منين؟ عيب عيب والله. ادي 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 اللي هي عباره عن كام؟ 4. الساين كوزاين الكوزاين هي ادجسنت اوفر هايبوتنس يعني 20 اوفر 4 اوفر 5. عايز اجيب انا الاف. الاثنين اللي قصاد بعض تايم 20 تايم 3 اوفر 5 اوفر 4 اوفر 5 اللي هي راحت رايحه مدياني كام؟ راحت رايحه مدياني 15 كيلو جرام ويت. طيب اكسرسايز نمبر 10. A body of weight 10 root 3 is suspended by two strings in the figure مشدود بحبلين. Then the value of الثيتا. ايه انا عايز الثيتا اللي تعمل لي ايه؟ Makes both tensions are equal. هي شكلها يخوف بس هي سهله جدا. انا عايز اخلي الفاليو بتاعت الثيتا اللي تخلي لي التو تنشن دول ار ايكوال. طيب مش التنشن ده قد التنشن ده؟ طيب مش ال 10 روت 3 قد الايه؟
قد الفور قد الريزلتنت بتاعت التي والتي. طيب دول تو فورسز ار ايكوال، يبقى الريزلتنت دي بتعمل ايه؟ بتعمل بايسكت للانجل، يعني الانجل دي قد الانجل دي. طيب ما هي هاف ذا سيم لاين اوف اكشن بتاع الايه؟ بتاع 10 روت 3، يعني ده هيبقى ماله؟ ده هيبقى 90، ده فيرتيكال وده هوريزونتال. طيب ودي 60، يبقى دي على طول كام؟ 30. تبقى دي كمان بكام؟ ب 30. طيب مش ده والثيتا عاملين مع بعض لتر ايه؟ عاملين مع بعض لتر زد، يبقى الثيتا ايكوال 30، دي قد دي، يبقى على طول الثيتا ايكوال كام؟ 30. احنا دلوقتي خلصنا بارت 1 من الايكوليبيوم، ولسه عندنا بارت 2 هينزل خلال الفتره اللي جايه. بيبقى في شيت موجود مع الايكوليبيوم، حضرتك بتعمل له داونلود وبتحل بقيه الاسئله بتاعه الدرس. الاسئله اللي اتحلت دلوقتي دي هي الاسئله اللي انت محتاج تسمعها مني قبل ما تبدا تحل، وبعد كده بتنزل لك بقيه اسئله المعاصر كلها ان شاء الله باذن الله. قريب هتلاقي اسئله المعاصر كلها بتاعه الدروس كلها موجوده عندك. اتمنى ان انا ببقى بفيدكم، واتمنى ان انتوا تبقوا بتفهموا من الكلام اللي انا بعمله ده وتبقوا بتستفيدوا. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في بارت جديد.